خليليه يا سي موسى، قال لي ماشي نتفرج خسيسا في الترجي هذه التونسي والنجم الساحلي. يعني جاء من فلسطين المحتله وخذ الطياره وجاء. قلت له انت شنو؟ قال لي انا امي تونسيه اما باللغه نتاعو خرجت من تونس بيبي، معناها عمره عام. يحب الترجي. مازال مفاجاه اخرى. والله ما نعرف في رام الله ولا في سنة ولا في اريحه، نظن في اريحه اكثر من اريحه. زاد قال لي يا اخو تعرفش قال لي على المكشوف؟ قال لي فما مقهى اسمها مقهى الدوري التونسي اما في اريحه ولا رام الله. البورتابل نتاعو في اهزيج الترجي والفيراج وامور وكذا، فهمت؟ اعطي الميكرو سقسا كبرت ما عادش فيك 70 70 ان شاء الله ما زلت البركه يا رجل قرب شويه البركه يا حاج يا حاج قرب شويه الميكرو ما زلت البركه 70 سنه لا بيش صلي على النبي عليك قاعد نحب كان الترجي بالله والله الله 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 هو شيء كبير لكن لا زال هناك جمهور غفير من الذين ليست لديهم تذاكر كما قلت الجمهور العربي كل يحمل على ما هو ربما لديه تحية خاصة للزميل طارق دياب وحيث جاء بعض انصار هنا مشكلة تحية للجميع نادي لا هو الذي وصله متأخرا كنت قد حييتكم في الاول من انصار نادي الترجي وهم يحملون الوان نادي الترجي التونسي وبالتالي هناك طبعا من الكويت هناك من قطر من السعودية من venu pour supporter l'espérance, pour pouvoir les voir gagner. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance ici en Tunisie, celle de l'espérance? C'est très bien, il y a beaucoup de monde et puis on s'amuse énormément. Taraji, 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 Taraji. C'est vraiment fou, on va gagner, c'est sûr. 3-4-0, c'est sûr. Taraji, Taraji. La première volta en Tunisie? Non, 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 la seconde volta allo stadio, l'atmosphère est calda. Forza Tarage, forza Roma!